All in favor, please say aye. منذ توليه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في العام 2006 قام بن برنانكي الذي غادر منصبه نهاية يناير باتخاذ إجراءات في غاية القوة والسرعة والإبداع وخاصة في مجال التعامل مع المشاكل المالية الخطيرة. برنانكي أستاذ الاقتصاد السابق درس سياسة الاحتياطي الفيدرالي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك فهو على دراية بالحلول التي تتطلبها الأزمة المالية. في العام 2008 وعندما عصفت الأزمة المالية بالقطاع المصرفي قام الاحتياطي الفيدرالي بضخ المزيد من السيولة النقدية لتفادي إفلاس المؤسسات المالية، رغم أن بعض البنوك لم تتمكن من الخروج تماما من الأزمة على غرار مصرف ليهمان أند براذرز. بين 2006 و 2013 ارتفعت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي من 800 مليار دولار إلى 4000 مليار دولار، أي بزيادة 500%. البنك الاحتياطي الفيدرالي يملك 4000 مليار من الأصول المالية ويواصل الحصول على 65 مليار دولار شهريا، وهو مضطر لوضع حد لهذه السيولة لتفادي خلق فقاعة قوية في قطاعات محددة من الاقتصاد. جانيت يلين التي سترأس الاحتياطي الفيدرالي مجبرة على التكيف مع هذه السياسة. في الواقع التحدي الحقيقي لجانيت يلين يتمثل في وضع حد لعودة التضخم، لأنه في الوقت الحالي أرقام التضخم منخفضة جدا ولا تشهد أي تسارع، وكذلك القيام بجهود لمواصلة خفض البطالة، وأن تقوم بذلك لأسباب حقيقية وليس لأن معنويات العاطلين عن العمل منهارة وبالتالي فهم لا يسجلون في الإحصاءات. نسبة البطالة في الولايات المتحدة 6.7%، ويرى البعض أن هذا الانخفاض راجع لكون العديد من الغاضبين والعاطلين عن العمل انقطعوا تماما عن التسجيل في قوائم البحث عن عمل. الجرأة النقدية التي تميز بها برنانكي لم تعطي الدفع القوي لأول اقتصاد عالمي، والمخاطر تبقى قائمة ولكن التحسن قد يلوح في الأفق.